سلمي واصحاب المخابز لمطالبهم المتكرره من وزير التموين ووعوده اللي وعدها فوق المنظور، ولم يلبي السيد الوزير ما وعد به اصحاب المخابز. السيد الوزير قال للخبازين بمنتهى الصراحه كده، انتم اصبحتم من اليوم احرار، وقال استخدم اي نوع من الديزل، حس جو، اعمل ايش انت عايز تعمله، انا عايزك تبدع، انت بقيت تاجر حر، مفيش رقابه تموينيه. بدا اصحاب المخابز المحافظات اللي تبعت المنظومه تفوجئ ان الوزاره بتطالبها بفلوس. طب ليه يا سياده الوزير الفلوس ديت؟ قال لك كميات زائده رفعت على ماكينه صرف الفلوس. اصحاب المخابز ديت نفسها راحه في سكه حبس وغرامات، غرامات مهوله. انت فرض عليا غرامه، هو انا المواطن دوت صرف عيش في الاساس ولا ما صرفش؟ صرف. انت يهمك ان انت تاخد مني فلوس ولا اللي يهمك ان الدعم يوصل للمستحقين؟ اصحاب المخابز بتجيب دقيق، كان بتجيب دقيق 72% بسوق حاله الدقيق المنتج من مطاحن والدقيق الفاسد المستورد اللي بياكلوه للشعب، هو جابوا 72% عشان يحسنوا. تقارير وزاره الصحه بتقول ان الدقيق غير صالح للاستهلاك الادمي. دي المطاحن، مطاحن القطاع العام وسواء مطاحن القطاع الخاص، لان دي غله مستورده، وهي مستورده على الاساس على حيوانات.